اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجنا من الجامعه، العلم ملهوش حدود، وطبعا كل يوم والتاني بنستفيد جديد في العلم ونبحر اكثر في هذه المعرفه الكبيره. النهارده بنتكلم على الطب البيطري وعلى دوره في العلاجات اللي بيقدمها للثروه الحيوانيه، وطبعا مهم جدا ان احنا نهتم بهذا العلم لانه علم مفيد وله دور كبير جدا في الاقتصاد المصري. النهارده من داخل كليه الطب البيطري جامعه القاهره بنجري العديد من الحوارات حول هذه الكليه العملاقه، وبنشوف دور الطب البيطري في الجانب العلاجي لعالم الحيوان. النهارده اعزائي المشاهدين بيسعدنا ان نلتقي بالدكتور عامر رمضان عياد رئيس قسم الادويه بكليه الطب البيطري. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك وشرفتونا في كليه الطب البيطري جامعه القاهره، الكليه الام في جمهوريه مصر العربيه اللي اتخرج منها معظم الكوادر اللي موجودة في كليات الطب البيطري المنتشرة في أجزاء الجمهورية. أهلا وسهلا بك مرة ثانية دكتور عامر. دكتور عامر، يعني مهم جدا ان احنا نعرف دور القسم ونبذة تاريخية سريعة حول هذا القسم وبداياته وأهميته في علاج الجانب الخاص بالثروة الحيوانية. في البداية طبعا كلية الطب البيطري دي تم إنشائها من مدة طويلة جدا، كانت عبارة عن مدرسة للطب البيطري بيجرى فيها علاج الحيوانات من ايام الانجليز، وطبعا تطور القسم وبقت كلية الطب البيطري، وكان القسم اسمه قسم الاقربازين في البداية، وتطور لقسم الفارماكولوجي ثم أصبح قسم الأدوية، وده قسم من أقسام الكلية الأساسية اللي بيخدم الطب البيطري عموما، بيخرج طالب دارس علم الأدوية. من ناحية الأدوية العامة بيتم تدريس مقرر بنسميه مقرر 303 للمستوى الثالث، طالب فيه بيدرس مقدمة عن علم الأدوية، وبيدرس الأجزاء الهامة في الجسم، الأدوية المؤثرة على الأجهزة المختلفة منها الجهاز العصبي المركزي اللي هو الأوتونوميك نيرفس سيستم، الجهاز السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي، والجهاز العصبي اللا إرادي، والجهاز الهضمي، والأدوية المؤثرة على الجهاز الدوري والتنفسي والجهاز البولي، والهرمونات والأدوية الخاصة بالحساسية والأدوية المنشطة للنمو والأدوية اللي بتأثر على السكن. ففي أجزاء، معظم أجزاء الجسم بيتم دراسة الأدوية في علم الأدوية العام اللي هو في المقرر 303. بعد كده بيدرس الطالب، بيتخصص اكتر في المستوى الثالث، برضو في الترم الثاني بياخد علم الأدوية العلاجي اللي هو الكيموثيرابي والدراج توكسيستي، سمية الدواء والعلاج الكيميائي، بيدرس في الأدوية اللي بيستخدمها في العلاج، سواء الأدوية اللي بتستخدم مضادة للديدان، الأدوية المضادة للطفيليات زي أمراض الدم وأمراض الكوكسيديا، بيدرس المضادات الحيوية بأنواعها وتأثيراتها وطريقة فعلها والأعراض الجانبية والجرعات المختلفة لها والأعراض السامة، وكيف يعالج الأعراض السامة إذا حصلت من المضادات الحيوية بأنواعها جميعا، وبيدرس الأدوية المضادة للبكتيريا، يعني دي أدوية برضو الأدوية الحديثة اللي هي مش مشتقة من الميكروبات، زي مركبات الكينيلونز ومركبات أدوية السلفة وأدوية كثيرة مضادة للبكتيريا، بجانب دراسة الأدوية المؤثرة على الفيروسات، الأدوية المضادة للفيروسات القديمة والحديثة، الأدوية المضادة للسرطان بأنواعها المختلفة، والدوائر اللي بيتم استخدامها في علاج الأمراض السرطانية،
بجانب الأدوية المطهرة والأدوية اللي بتستخدم لتطهير العنابر بعد دورات الدواجن أو أثناء الأوبئة اللي بتحصل من سواء مثلا من الإنفلونزا أو الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية وخلافه في الأمراض الوبائية. وبيتم تدريس برضو في علم الأدوية العلاجي الأدوية السامة سواء كانت أدوية أو غير أدوية وطريقة استخدام الترياقات المضادة لهذه الأنواع من السموم وطريقة علاجها، بجانب طفيليات الدم الأدوية المضادة لطفيليات الدم عموما برضو بيدرس أنواع هذه الأدوية وطريقة فعلها واستخداماتها وجرعتها والأعراض السامة وكيفية تلافيها. واللقاحات أيضا يا دكتور، يعني هل في دور الاهتمام خصوصا لإنفلونزا الخنازير وبعض الحيوانات اللي بتحتاج نوع من التطعيمات الأولية لمواجهة حالات الأمراض المنتشرة يمكن في مصر على وجه التحديد؟ نعم، طبعا بندرس بعض الأدوية الخاصة اللي بتدخل كفيهيكل أو كمواد مالئة ولها تأثيرات بتزود الاستجابة المناعية في حالات التحصينات، وديا بيتم تكملة تدريس هذه التحصينات في الأقسام المختلفة الأخرى زي أقسام الفيروسات وأقسام البكتيريا وأقسام الدواجن. طبعا العلم مليء بالأدوية الأخرى، احنا بندرس المقرر الثالث اللي هو الأدوية اللي لم يتم استخدامها في المقرر الأولاني سواء 303 أو 354 بندرسها في المقرر الخاص. المقرر الخاص بندرس فيه مواضيع خاصة للطلبة اللي هم بيحبوا يتخصصوا سواء مثلا في الأدوية اللي يتم استخدامها في مزارع الأسماك لعلاج أمراض الأسماك أو علاج الحيوانات بتاعة حدائق الحيوان أو التداخل الدوائي الدراج انتراكشن أو سواء الأدوية اللي لها بقايا وكيفية قياس هذه البقايا، وطبعا البقايا بيبقى لها أعراض سامة وخطيرة على المستهلك، لأن المستهلك لو خد منتجات حيوانية سواء لبن أو بيض أو لحوم وفيها بقايا، في بعض هذه البقايا سامة جدا ممكن تؤدي إلى تشوهات في الأجنة، ممكن تؤدي إلى أمراض سرطانية، ممكن تؤدي إلى الحساسية بأنواعها، ممكن حساسية في الجلد أو حساسية ممكن تؤدي إلى موت مفاجئ اللي هي الأنافلاكسيس أو الحساسية المفاجئة نتيجة إفراز كمية عالية جدا من مادة الحساسية اللي هي الهستامين. لكن هنا يمكن السادة المشاهدين هيكونوا معانا وهيتساءلوا، يعني ايه ذنب المواطن البسيط او المستهلك البسيط عندما يشتري مثلا بيض فيفاجئ بان البيض ده فيه يعني مواد تراكمية وبقايا، او يشتري لبن او خلافه من هذه المنتجات، كيف يمكن للمستهلك ان يتأكد من خلو هذه المنتجات من هذه البقايا الدوائية، وهل هناك نوع من الرقابة من وجهة نظرك او ضمير لابد ان يتحلى به المربي او المنتج لهذه الانواع من الأغذية؟ بخصوص الموضوع ده شائك جدا وصعب ان المستهلك يعرف ان في بقايا ولا ما فيش بقايا، لان ده بيتم بتحاليل، وتحاليل بتحتاج اجهزة حديثة جدا زي الـ HPLC او الماس سبكترومتري، وهذه المركبات بتقاس بمعايرة بمواد يعني نقية، وطبعا صعب ان المستهلك يعرف ان في بقايا. لكن في نصائح يعني ممكن المستهلك يتجنب، مثلا لو اخذ البيض وخزنه لمدة معينة، لو بياخد من مكان واحد
والمكان ده ما فيهوش مشاكل، يبقى اذا هو يستمر معاه او يغير من الاماكن اللي بياخد منه. يعني في هناك بعض النصائح ممكن نقدمها للساده المشاهدين. نعم، بعض النصائح اللي لنا من خلال خبرتي اللي فقط 34 عام من تخرجي، ان في شركات نظيفة بتراعي ربنا وبتمنع الأدوية في قبل الذبح بمدة كافية، بحيث ان ما يبقاش في بقايا في اللحوم او البيض او منتجاتهم او الألبان. ولكن المزارع الاخرى اللي المربي فيها جاهل لا يدري عن البقايا، ما يعرفش بقايا يعني ايه، او البقايا الادويه اللي بيستخدمها حتى الذبح، هذه الادويه في بعضها لا يتاثر حتى لو غليت اللحوم او غليت بدرجه حراره 220 لمده ساعتين، بعض المركبات لا تتكسر بتاثير الحراره زي مركبات الكلوروفينيكول او بعض المضادات الحيويه، او بقيه في المنتج الى الابد، ولا بتبقى لمده معينه وتتكسر تلقائي؟ لا بتفضل مده لا تتاثر، سواء بالتجميد او اثناء التسخين لدرجات حراره عاليه جدا. هذه مركبات كيميائيه صعبه، ولكن في بعض المركبات بتتاثر، ممكن تتاثر بالحراره بدرجه حراره 100 في الغليان ممكن تتكسر، انما البقايا الاخرى المركبات المعقده زي مركبات مثلا الادويه اللي بستخدمها لعلاج الديدان دي مش سهله، ما بتتكسرش بسهوله جدا. فبالتالي والادويه كمثل اللي هي بقايا الادويه اللي بستخدمها لعلاج السرطان من الادويه الخطيره جدا اللي ممكن تعمل لي تشوهات في الاجنه، يعني لو ست حامل خدت في الثلاث شهور الاولى من الحمل منتجات فيها بقايا لهذه الادويه، هذه الادويه ممكن تعمل تشوه في الجنين، تعمل عيوب خلقيه في الجنين، ممكن تعمل حساسيه، ممكن دكتور يمكن هذا الامر يزيد يعني شكوك ومخاوف عدد كبير من المواطنين اللي بيتابعونا الان، وخصوصا ان هذا الامر يعتبر نوع خفي ولا يرتبط الا فقط بضمائر المزارعين والمنتجين، ولكن نتساءل عن وجود هيئه معينه يمكن ان تحل هذا الامر وتطلع بدور الذبح او بالتحليل قبل الذبح مثلا في بعض السلخانات او المجازر، أو تقوم بالرقابة الدورية بشكل دائم وتعطي علامة على المنتج بأنه تم رقابته أو تم تحليله قبل طرحه في الأسواق. هل هذا الأمر يمكن أن تتطلع به جهة معينة، هيئة معينة، جمعية من الجمعيات الخدمية التي يمكن أن تتحمل هي المسؤولية؟ وأيضا ماذا عن هذه الجانب الخاص بالمسؤولية؟ هل هذا يعفي التاجر من مسؤوليته؟ هل يعفي المزارع والمربي من مسؤوليته المسؤولية القانونية الواقعة عليه جراء إذا حدث للمستهلك ضرر ما؟ نعم، في شقين اثنين. الشق الأول من ناحية الاستيراد سواء لحوم صحية أو لحوم مذبوحة، ودي خاصة بجهة رقابية موجودة اللي هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودي مقرها هنا في الدقي، هي اللي بتقوم بالرقابة وبتبعت أطباء بيطريين بيكشفوا على الحالات قبل ما تيجي وأثناء حضورها في المراكب وأخذ عينات منها. وطبعا كان في مشكلة سابقة من حوالي سنة أنا كنت بكتب التقرير بتاعها اللي هي خاصة بعجول السخنة والطلبية اللي كانت جاية حوالي فوق 30,000 عجل من استراليا، وكان فيها بعض الكبسولات في الأذن اللي هي كانت واخدة بعض منشطات النمو، وما زالت في بعض الحيوانات هذه الكبسولات موجودة تحت جلد الأذن. وكتبنا تقارير بعد ما شفنا جميع كل الأوراق المصاحبة لهذه الطلبية وإيه المواد اللي خدتها وإيه التحليلات اللي تمت وإيه النتائج. فهذه أو هذا الشق ده خاص بجهة رقابية، وكتبنا تقريرات في التقريرات ان لازم
يتم مراجعة الاتفاقات الدولية مع الدول المصدرة لهذه اللحوم. لازم تتعدل هذه، لأن في بعض الأدوية ما كانتش مذكورة في الاتفاقيات الدولية، فلازم تبقى الاتفاقيات دي واضحة علشان ما يحصلش فيها تلابس أثناء الاستيراد. ده الشق الخارجي. الشق الداخلي، وده من الصعب جدا، لازم يبقى فيه هيئة مواصفات ومقاييس داخلية زي ما بيحصل في السعودية. طبعا أنا عندي مثلا مزرعة أبقار حلاب أو مزرعة دواجن بتطلع منتجات سواء بيض أو سواء لحوم دواجن، بتذبح وتنزل السوق، مفيش رقابة، مفيش رقابة. لازم فيه يبقى فيه رقابة، لازم فيه مجازر عامة، والمجازر العامة دي تبقى خاصة بجهة رقابية تفحص الحيوانات قبل الذبح وبعد الذبح، الحيوان ما يطلعش إلا يبقى سليم 100% للمستهلك. ليه ما يحصلش يا فندم عند صرف انواع معينه من الادويه اللي بتسبب هذا الجانب التراكمي اللي صعب تحليله واللي بيأثر تأثير سلبي على صحه الام الحامل في الاجنه او على المواطنين العاديين؟ ليه ما يكونش هناك توصيات بصرف هذه الادويه بالابلاغ مع الصرف لجهه رقابيه لتتابع بنفسها تأثير هذا الدواء او لتقوم به، ولا يقوم المزارع او المربي بنفسه بهذا الامر؟ حضرتك هذه الادويه موجوده ومتوفره في السوق، والبامفلت او التعليمات مكتوبه بالظبط، لكن هذا الامر التعليمات هي مكتوبه لكن بيقع على عاتق ضمير المربي. لا، دعنا من ضمير المربي ولا نضعه لنفسه، ولكن نطلب من الجهه الصارفه والمانحه له ان لا يعطى هذا الدواء الا لجهه معينه هي التي تعطيه، يعني تعطي الدواء بإشرافها وتأخذ بعد كده بعد عينات للتحليل لتتأكد من أن هذه النسبة المصروفة نسبة محددة في كما كتبها الطبيب المعالج، والنتيجة الأخرانية إيه. يعني هذا الأمر أيضا لو قامت به مؤسسة أو جهة معينة في مقابل مادي من المربي، هيكون العملية أكتر يعني فيها نوع من التحكم. تمام يا فندم. نعم، هو لازم حضرتك الهيئة العامة للخدمات البيطرية لازم تنشئ مجازر عامة في كل منطقة، ويكون الذبح من خلالها. مفيش ذبح في المحلات. عملية ان انا اودي عربيات فيها دجاج حضرتك ومش عارف الدجاج ده خد ايه بالظبط وتتذبح وتطلع للمستهلك على طول، دي بتعمل اعراض او اعراض مرضية بعد كده نتيجة تراكم واستهلاك لهذه المتبقيات، فدي خطورة كبيرة جدا. فلازم يكون فيها رقابة، والرقابة مش هتتم الا اذا من خلال مجازر او من خلال جهات رقابية قبل ما المنتج يوصل للمستهلك. التجميد أيضا في اللحوم يتم لفترات معينة، هل التجميد يمكن أن يقينا ويلات هذا الإهمال أو هذا التعمد من البعض، بحيث أن ربة المنزل ممكن أن بعد ما تشتري الطير مثلا مذبوح من الفرارجي تأتي به، ممكن تطهيه على طول وممكن تخزنه، ويمكن ده أغلب السيدات بتعمل كده، لكن التخزين بيبقى اليوم، هل تنصح مثلا بأكثر من يوم، بأسبوع، بأسبوعين، ثم بعد ذلك الاستخدام؟ وهل ده ممكن أن يكسر المادة الخطرة ويعني واقي الأسرة ويلاته؟ هو التجميد عموما يعني معظم الأدوية لا يؤثر فيها، فسيان تم الاستهلاك بعد الذبح أو استمر أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هذا لا يؤثر في المادة الفعالة. هذه المادة الفعالة لا تتأثر، التأثير أكتر في بالحرارة، ولكن في بعض المواد الكيميائية لا تتكسر بالحرارة أيضا، فلازم نمنع أن يكون في المنتج بقايا فوق المسموح به. إذن الأمر يعني موكل إلى الدولة وأجهزتها الرقابية، ويعني نريد أن ننادي ضمائر أو نصحي ضمائر المربين وأيضا البائعين للتأكد من خلو هذه الحيوانات أنهم لا يعفيه
هذا من المسؤولية القانونية. نعم. تمام. دكتور دعنا نتجه إلى الجانب الخاص بالأبحاث بهذا القسم، ويمكن هذه الجانب يطرح سؤال مهم جدا، هو نحن دائما نستورد الأدوية الخاصة بالجانب البيطري للحيوانات ولا ننتج منها إلا القليل، وإذا تم الإنتاج فيكون عن توكيل معين لدواء معين بتركيبات معينة. هل قامت مصر مؤخرا بوضع أدوية معينة قامت بتصنيعها، أبحاث قدمت أنواع جديدة لعلاجات غير موجودة في السوق المصري، ماذا نرى في هذا الجانب البحثي؟ بالنسبة لعملية تصنيع الأدوية البيطرية، نحن نركب فقط الأدوية البيطرية في مصانع عديدة في جمهورية مصر العربية. المواد بنجيبها مستوردة وفقط بنجمعها، وليس عندنا تصنيع للرو ماتيريال، للمواد اللي هي الأصلية. ده لأن الطلبة ما بيدرسوش يا فندم كيفية التصنيع، ولا لأن التصنيع بيأخذ مراحل كبيرة جدا ومحتاج تكلفة مالية ضخمة؟ نعم، التصنيع بيحتاج مبالغ طائلة وتكنولوجيا حديثة. دلوقتي التكنولوجيا بقت ادفانسد، لأن بعض الأدوية بيتم تحضيرها بجزيئات يعني مايكرو، يعني جزيئات صغيرة جدا علشان تواكب عمليات سرعة الامتصاص وسرعة الانتشار وسرعة التأثير. فهذه التكنولوجيا غير موجودة عندنا. إذا ماذا تتجه وتسير الأبحاث داخل الكلية؟ تقدم إيه؟ تقدم تداعيات الأدوية؟ يعني ما هو ما الجوانب الأخرى التي يغطيها البحث العلمي داخل الكلية؟ أولا دور القسم إن هو بنشوف إيه المشاكل اللي موجودة في السوق، المشاكل المرضية، وبنحاول إن إحنا إيه الاستخدامات العلاجية الهامة في العلاج. طبعا مع مواكبة الحديث اللي ماشي في العالم، يعني احنا من خلال طبعا بعض المشاريع، زي عندنا كان في مشروعين اتنين، تطوير التعليم العالي ومشروع النانو تكنولوجي او نانو بكتيريا. فاحنا كنا بنعمل عملية عزل وتصنيف وعلاج النانو بكتيريا في الحصوات الكلوية والحصوات المرارية. طبعا الحصوات ظهر ان الحصوة نفسها بتاعت الكلى او المرارة دي مسببة من خلال بكتيريا لا ترى الا بالميكروسكوب الالكتروني، فعشان كده سموها نانو بكتيريا. هذه البكتيريا تم عزلها على وسائط كيميائية بتاخد 3-4 شهور، وبعد كده بننميها وبنشوف تأثير الأدوية المختلفة اللي بتأثر على هذه النانو بكتيريا علشان نمنع تكوين الحصوات الكلوية والحصوات المرارية اللي بتصيب الإنسان وبتصيب الحيوان. عودنا معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ونستكمل حواراتنا في هذا الجانب الخاص بالأدوية البيطرية وما يمكن أن تحمله من خطورة على صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان. عاوز أقول أن الجانب الخاص بالأدوية جانب مهم جدا، ويمكن لما طرحنا سؤالنا مع الدكتور عامر عن الأدوية التراكمية الخاصة بخطورة على الإنسان المتلقي، سواء كانت بيض أو ألبان أو منتجات أو حتى اللحوم، ولقينا أن الجانب ده بيقع على عاتق الدولة في والإرشاد أيضا البيطري، وعلى عاتق أيضا جهات رقابية عديدة. بنستكمل معكم لقاءنا مع الأستاذ الدكتور صلاح الدين عبد الحميد يوسف، أستاذ علم الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا بك دكتور. يعني دكتور صلاح، يمكن استكمالا للموضوع الخاص بهذا الأمر، بنلاقي أن التطبيقات الخاصة بالأدوية في جامعاتنا
المصرية وخصوصا في الطب البيطري دورها بيكون اقتصادي كبير جدا على الثروة الحيوانية والداجنية. يعني كيف نربط ما بين ما نقدمه للطلاب في الجامعة من علوم معينة بجانب اقتصادي هام وخصوصا في جانب الأدوية، وكيف يرتبط الدواء اقتصاديا مع القيمة الغذائية والقيمة المالية لهذه الحيوانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الموضوع هام جدا، لان الدواء البيطري هنا ككلية طب بيطري يعتبر قسم الأدوية من الأقسام الهامة جدا في جامعة مصر العربية في كليات الطب البيطري، لأنها تعتبر كلية صيدلة مصغرة. والحقيقة طبعا الدواء البيطري أو المستحضرات البيطرية منها المستحضرات البيولوجية أو الأخرى مهمة جدا في صيانة الثروة الحيوانية ضد الأمراض الفتاكة التي تقضي على قطعان بأكملها. ولذلك طبعا هناك العديد من متنوعات الأدوية البيطرية، منها المضادات الحيوية ومنها مضادات الطفيليات اللي بتستخدم بصورة مكثفة جدا في حماية الثروة الحيوانية ضد الأمراض البكتيرية والطفيلية والفطرية. ولذلك هناك عامل مهم جدا، وهو انه احنا في القسم حديثا دلوقتي بندرس المسارات الحركية للأدوية عشان نعرف التطبيق الحقلي وتوزيعها وانتشارها داخل الجسم والكفاءة العلاجية والجرعة المناسبة. والأهم والأكثر أهمية خروج الدواء بعد العلاج من الأنسجة حتى لا تتراكم فيها بعض البقايا التي قد تؤثر على الإنسان المستهلك للبروتين ذات الأصل الحيواني مثل الألبان ومنتجاتها ومثل اللحوم ومنتجاتها ومثل الأسماك والبيض ولحوم الدواجن كلها، لأن الثروة الحيوانية بتعتمد في على الأدوية البيطرية بتستهلك في قطعان الدواجن تكاد أن تكون 80% من استهلاكنا من الأدوية البيطرية في جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية، يعتبر 80% كمستحضرات وأدوية بيطرية لحماية هذه الثروة الداجنة. أما بالنسبة للحيوانات فتعتمد على التشخيص، ويمكن استخدام الأدوية البيطرية قد يصل من 20 إلى 25% في استهلاكها. وعشان كده الأدوية البيطرية مسجلة تسجيلا رسميا بلجان رسمية لدى وزارة الصحة، وممثلين من وزارة الزراعة وممثلين من أساتذة الجامعات بيحطوا إطار عام ويوافقوا على الأدوية بناء على الدساتير الدولية المعلنة والدراسات وهيئة الدواء الأمريكية وجهات أخرى تدخل في نطاق كيفية استخدام ومنع والحيوانات التي تستعمل فيها وفعاليتها ومسارها الحركي وجرعتها الدوائية وعلاقتها بصحة الإنسان المستهلك. وده بتحط في إطار تسجيلي كامل، وعندما توافق اللجنة يكون هناك موافقة على الاستخدام. ده جزء. الجزء الآخر والوعي لدى الأطباء البيطريين العاملين في هذا المجال باستخدام السبل الحديثة بعد التجريع أو العلاج في استكمال الصورة النهائية للعلاج في صورة متكاملة حسب النشرات الموضوعة تماما، لكي يحافظوا على صحة الحيوان وبالتالي على المنتجات الغذائية اللي هي مصدرها هذا الإنسان. لأن التراكمات دي جزء مهم حضرتك في هم جدا، انه بيجري حاليا في جمهورية مصر العربية عينات عشوائية لمعرفة تركيزات هذه الأدوية بعد استخدامها في الأعضاء وجسم الحيوان ومنتجاته، لقد يصرحوا لهم بعملية التداول والصلاحية للاستهلاك الأدمي. ودي طبعا بتقوم على خبرة ما بين الدواء كدراسة كاملة وتطبيقها عن طريق صحة الأغذية. وبالتالي بنقدر نأمن حاجة. كمان النشرة بتعلن عن فطرة الخروج من الجسم، يجب الفلاح أو المربي أو الدكتور المشرف يتقيد بها حتى يتفادي هذه البقايا. نعود إلى حضرتك بقى، لأن في إحنا جزء إحنا مالناش ذنب فيه وجزء إحنا اللي لينا ذنب فيه. الذنب فيه اللي بيسموه الانتنشن، إن أنا بستخدم أدوية فلازم أراعي كل الشروط والواجبات لاستخدامها. أما الأن انتنشن فده بيبقى تلوث جاي ومتراكم، واخد بسيادتك، واحنا بنقدر برضو نعمل معاملات تراكم بفعلي عن طريق استخدامه لاكثر من سنه في اثناء عمر الحيوان. في عمر الحيوان. طيب دكتور، يعني هناك اجزاء داخليه في جسم الحيوان بتكون اكثر يعني تخزينا لهذه المواد الكيميائيه. استاذ المشاهدين، ايضا هناك من يعشق
زي ما بنقول اكل هذه الاجزاء، خصوصا الرئه مثلا، الكبد، الكلى، الفشه زي ما بنقول، وهي تعتبر الكلى تقريبا ولا تعتبر ايه؟ لا، الكلى دي حاجه ثانيه، الفشه دي حاجه ثانيه. تمام. هو لو لسه تكلم حاجه، هو طبعا المصاير الحركه اللي احنا بندرسه في مسارات نتيجه بحوث القسم هنا، حقيقه يعني بقولها وبأشيد بزملائي قبل مني، بان احنا اكتر قسم تشتغل في هذا النطاق عشان يعرف المسار الحركي والتراكمات تحدث في اني جزء. وده دور الناس بتوع الادويه. اما الكشف عن البقايا دي فده موضوع بقى بيقوموا بيه الناس بتوع صلاحيه الاغذيه ذات الاصل الحيواني. تمام. التراكمات الاول الكبد اساسا، لان الكبد بيمر عليه كل المتنوعات الدوائيه سواء متاخده تجريا عن طريق الفم او عن طريق الحق. يعني في الدواجن بالذات كله عن طريق الفم معظمه، اما بالنسبة للحيوانات فبعض الفطام عن طريق الحق. فاكتر انسجة بيبقى فيها كمية عالية من الادوية احنا بندرسها كمراس حركي بنسبة الانتشار بعد التجريع، فبيكون الكبد نمرة واحد والكلية نمرة اتنين والرئة في بعض الاحيان. دي ليها حاجتين مهمين جدا، لو كانت الإصابة في هذا الجزء فإحنا نجحنا في إن إحنا نخش على هذا الجزء، لو مصاب بكتيريا بنخش على البكتيريا وبنموتها في هذه الأجزاء. الجزء الثاني إن إحنا بنعرف البقايا اللي ممكن تكون أو خروجها إلى الحدود المسموح بها، وبالتالي بنعرف حاجة اسمها بالإنجليزي التارجت تيشو أو خاصية الدواء للانتشار في أعضاء من الجسم المعينة. في نقطتين برضو مهمين جدا، ان في بعض الناس بتعالج حيوانات ضد التهاب الدرع اللي هو ده المنتج للبن، ففي ادويه بتخرج عن طريق اللبن ودي مهمه جدا نعرفها لانها بتاثر على صناعه اللحوم الالبان ومنتجاتها في عمليه صناعه الجبن وصناعه الحاجات الاجزاء كتير جدا. فاحنا كمان بنعرف امتى ناخد اللبن الصالح للصناعه وامتى ناخد اللبن اللي هو فيه بقايا مسموح بيها، بحيث ان المستهلك البني ادم لا تاثر وخاصه اطفال. ولو وقفنا عند منتجات الالبان هنلاقي ان هناك شركات تنتج البان مبستره. عاوزين نتحدث بقى حتى نطمئن الساده المشاهدين بالنسبه للبن، يمكن اللبن البلدي اللي بيتاخد عند البائع البائلين بيبقى مسلج يعني، ومفروض ان هو بعد كده بيغلى مبرد فقط. هل هنا اللبن المبستر من الشركات اللي لها شهره وتواجد في السوق المصري يمكن ان تعفينا وان يعني تؤكد لنا نوع من الامان اكثر عن اللبن الاخر المبرد اللي ممكن تداوله ويبقى فيه مشكلات كثيره؟ هو طبعا اللبن المنتج من مزارع موجوده فيها سيستم وتواجد الاطباء والمشرفين وبرنامج للتغذيه، هذه المزارع مبرمجه وعارفين النسب اللي هي بتنتج لبن قد ايه من الابقار، لان الثروه الحيوانيه هنا مهمه جدا في هذا القطاع، هي الام اللي بتجيب لبن لمده 8 اشهر او 9 اشهر جابت كمان عجل صغير، فدي صيانه كامله لثروه. فاللبن الصالح للشرب طبعا بياتي من نظاميا ورقابيا من داخل الشركه المنتجه، لان الحيوانات دي كلها بتتربى في مكان واحد وبتاخد اغذيه معينه لزياده انتاج اللبن، وتحت اشراف بيطري علاجي متكامل، وبتاخد الأدوية المناسبة واللقاحات المناسبة، وبالتالي بتنتج لبن سليم أساسا وقليل التعداد البكتيري. إذا كانت في حيوانات مصابة فبتستبعد بنظام برضو عشان لا تدخل في الموسوعة بتاعت إنتاج اللبن التجميعي. ومن هنا طبعا معالجة اللبن بيتم بطريقة صناعية مؤكدة تحت رقابة بأن اللبن ده بيبقى مبستر، لأن فيه بكتيريات كتيرة جدا واخد بالك بتتحمل درجات الحرارة، وفي بكتيريا حساسة لدرجة الحرارة. ولكن المشكلة اللي بتقابلني ايه؟ ان الراجل المنتج المحل الصغير الغلبان ده ما بيقدرش يعمل رقابة على نفسه عشان يعمل تحليل البقايا الدوائية اللي موجودة في اللبن او الهرمونات اللي موجودة في اللبن. لكن المعامل الموجودة في الصناعات الكبرى بتؤكد هذا التحليل باستمرار وتدي نتيجة صلاحية وختم انه صالح للاستهلاك وتخضع للرقابة البيطرية او الصناعية. تمام. ومن
هنا السلامة بتاعت انتاج اللبن عليها دور، ووصول المستهلك في عبوة مغلقة تحت درجات حرارة معينة مهمة جدا عشان تصل المستهلك في صلاحية كاملة بتحت الشروط الصحية اللي يجب ان يتناول فيها الانسان، وده بيسموه الفود سيفتي او الامان الحيوي. تمام. ثانية، ما هو العد البكتيري؟ العد البكتيري اللي هو بيعد بكتيريا اللي هي موجودة في اللبن بعدد معين. في عد بكتيري أثناء وجود اللبن جوه الحالات اللي مسبب للضرر، وفي عد بكتيري للبن الذي تلوث. تمام. العد البكتيري يجري على البكتيريا اللي هي في حاجات بتبقى ليها شروط صحية، في بكتيريا ممرضة وبكتيريا مفرزة للسموم. العد البكتيري بيتم على بعض الميكروبات الجرثومية اللي هي ليها بابليك هيلث اللي بيسموها اللي بتنقل العدوى للإنسان. تمام. واخد بصيتك؟ فدي بيشوفوها العد البكتيري في حدود معين، إذا ارتفع عنه هذا العد البكتيري بيتم إعدام هذا اللبن لأنه ما لا يصلح للشرب. نمرة اثنين، خصوصا ان هناك ميكروبات مفرزة للسموم وهي كثيرة جدا، ودي الاخطر، ودي اللي بيسموها بقايا السموم البكتيرية او الفطرية اللي موجودة في الالبان. تمام. دكتور، يعني عاوزين نقول للسادة المشاهدين مجموعة من النصائح، ونقول للدولة او للجهات الرقابية اجراءات لابد من وجهة نظرك ان نتبعها حتى يصل المنتج الخاص باللحوم او بمنتجات البهائم عفوا من الالبان ومن بيض دواجن وخلافه في هذه الثروة، كيف يصل بشكل امن للسادة المشاهدين؟ نقاط معينة لابد أن يتبعها سواء كان المربي أو مزارع أو كانت الدولة أو الجهات الرقابية. حضرتك، في أولا إجراءات حكومية لازم تتخذ. تمام. الدولة لازم تقوم بها كدور الدولة، ودور الدولة مهم جدا في أنها بتوفر للإمكانيات اللازمة لعملية الأداء الحقلي، سواء من دكتور بيطري حتى يلتزم باستخدام سليم للأدوية وما لا يستخدم أدوية مغشوشة، او بمعنى صح البرنامج الدواء تكون صالحة، وهكذا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انه لابد من الحكم، لان في بعض الادوية مغشوشة في السوق، لابد من اجراء تفتيشات كثيرة جدا على منافذ البيع حتى يصل الدواء بكفاءة عالية اللي بيسموها في الصناعة الجيدة. تمام. لان مش معقول الدكتور يكتب دواء وهو غير صالح للاستخدام او فترة الصلاحية، فهنا مزيدا من التفتيش على المنافذ. نمرة ثلاثة، وده المهم جدا، انه احنا لابد من الالتزام بالارشادات عند استخدام الدواء على فترة الخروج من الجسم حتى لا تتراكم بعض البقايا الدواء على المستهلك في وجوده في الاغذية ذات الاصل الحيواني ومنتجاتها. نمرة أربعة، أنا بأنصح جميع المواطنين إن هم يلتزموا بشراء الألبان واللحوم من مصادر سليمة واخدة شهادات صحية كاملة وعليها رقابة من الدولة، وتقوم الدولة بروتين اكزامينيشن اللي هو الفحص الدوري لهذه المنتجات من أول منشأها لغاية آخر منفذ. هياخدوها زي فهم، هل من خلال شهادة معلقة في الكيان في المحل أو من خلال العلب المعلبة التفتيشية؟ لأن الجهات التفتيشية اللي بتدي تراخيص سواء للمصانع بتاعة الألبان أو سواء المزارع أو سواء المنافذ بتاخد الشهادات الصحية بناء على إجراءات بتعملها تفتيشية وتدي الصلاحية استمرار أو منع. تمام. دكتور، يعني الجانب الخاص بدور الجامعة في نوع من تسجيل الأدوية المنتجة، يمكن ده تعدى نطاقنا الجغرافي وخرج إلى نطاق العالم العربي أيضا والدول العربية، دول الأشقاء العرب. عاوزين نعرف الدور بتطلع به الجامعة، ويمكن حضرتك لك دور كبير جدا في هذا الأمر، كيف يتم تسجيل هذه الأدوية وماذا عن آلياته المختلفة؟ والله جمهورية مصر العربية منذ قديم الأزل وهي تسجل الأدوية،
البناء على الشروط المواصفات الدولية في الجهات الرسمية التي والدساتير الدوائية ولها إجراءات معينة، وهو عمل ملف كامل على الأدوية وسواء منشأها سواء تداولها سواء البحوث التي قامت بها الحقلية سواء طرق تحليلها سواء الدراسات التي تمت عليها كبقايا أو المسار الحركي أو كل ده بيتم وبناء على اللجان المتخصصة بتفحصه وتقول تستمر أو لا تستمر وتأخذ حقها تسجيلي للتداول الرسمي. ويتبع هذا التداول تفتيش دوري على المنافذ البيعية برضو، يعني مش بقول أنتج ده والراجل حطه حفظ تحت 25 أو بعيدا عن مكان بارد ويتم في بعض الحاجات اللي هي مش مظبوطة، فإجراءات التفتيش على ما تم بعد التداول. وزارة الصحة بتديك صلاحية للتداول أنت سواء بتستورد من الخارج او سواء كمان وزارة الصحة او متعاون مع وزارة الصحة بيحطوا خطة استيرادية او خطة تكميلية للصناعة المحلية عشان يتوفر الدواء البيطري لعلاج الحالات المصابة. ده مهم جدا. الدور بتاعنا من زمان احنا كأساتذة جامعة كنا دايما بنساعد على عملية معرفة التطبيق الحقل الامثل للدواء البيطري من دراسات مسبقة كاملة عن الدواء وعن خصائصه وعن مساره الحركي وعن كفاءته العلاجيه وبندي للطلبه جزء وبندي في الدراسات العليا جزء وبنعمل ابحاث مكمله وبنطلع بريبورت بنقدمه ارشاديا للهيئات المعنيه. تمام. الحاجه الثانيه ان انا الحمد لله تشرفت من خلال الاتفاقيه المصريه السعوديه التعاون ما بين السعوديه، هم 6 اتفاقات من ضمنهم اتفاقيه الخدمات البيطريه، كنت انا منسق هذه الاتفاقيه واخترت كخبير دوائي ان انا اتمم مع زملائي في المملكه العربيه السعوديه عمليه انشاء جهاز لتسجيل الادويه البيطريه، والحمد لله وصل الى انه بقى في دلوقتي في المملكه العربيه السعوديه الاف دي اي السعودي اللي هو فود دراج ادمنستريشن سعودي. وانا حقيقه بسافر كل مره، لكن احنا بدانا نسجل الشركات الموثق منها اللي هي صاحبه الترخيصات الدوليه في كل الدول وناخد منها ملفاتها التسجيليه ونسجلها حتى نتفادى كل العشوائيات سواء في الصناعه او في الاصناف الراكده او الاصناف اللي هي تحت الحاجة. وبالتالي الحقيقه الحمد لله قمنا بدورنا كخبراء مع المجموعه دي لغايه لما وصل الى انها يبقى صفه من التعاون المصري العربي او التعاون داخل جامعه الدول العربيه بان احنا بنقوم بدورنا كخبراء مصريين لان مصر ولاده وفيها ناس كتير جدا مخلصه بتقوم بدورها. جميل قوي دكتور صلاح، صراحه احنا بنشكر حضرتك على هذه المجهودات، يمكن ما تمثله لنا فيها الخارج اين المجهودات يشرف الجامعه. شكرا لحضرتك دكتور صلاح الدين عبد الحميد يوسف استاذ علم الادويه بكليه الطب البيطري، مره ثانيه لك الف شكر. شكرا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين الكرام، يمكن موضوعاتنا النهارده تشعبت اكثر من موضوع حول دور الأدوية البيطرية في علاج الحيوانات وحفاظ الثروة الحيوانية والداجنية، وأيضا دور الأدوية في العلاجات المختلفة وتجنب آثار هذه الأدوية التراكمية على صحة الإنسان المستهلك، وتعرفنا على دور الدولة والأجهزة الرقابية. نتمنى أن تكون هناك آذان مستمعة لنا وعيون تشاهدنا في كل مكان حتى يعني نتجنب ويلات هذه الأدوية اللي ممكن أن تحمل خطورة في بعض الأحيان على المستهلك اللي ملوش أي ذنب. نلتقي بكم دايما أعزائي المشاهدين على خير، وهذا كان لقاءنا من الجامعة. إلى أن نلقاكم، لكم من ألف تحية وإلى اللقاء.